القلقلة إلي بروبس قلقلة ما تعريف القلقلة لغة واصطلاحا كاكو غلاسي دفينيتيا قلقلة ويزيكو إترمينولوجي لغة التحرك والاضطراب ويزيكو ريش قلقلة وزناتشاوا تحرك داخلي بوميراني بوكرتاني والاضطراب نستابيلنوست إنمرنوتشو واصطلاحا أو ترمينولوجي وزناتشاوا قوة اضطراب الصوت الحرف عند النطق به ساكنا في مخرجه حتى يسمع له نبرة قوية كاجي بيسات توي سناجنا نبرنوشا إلى نستابيلنوست غلاسا نكوك سلوة كدا سيزغوارا دوك يون سسكونم إيتو ونيغوم إزهديشتو حتى يسمع له نبرة قوية سدو تيميري دوك مسانيشو يياك أتكاكاني ما حروف القلقلة وما مثالها؟ كويا سوتو سلوة قلقلة إكوي سنيني بريميري حروفها خمسة يجمعها لفظ قطب جد بوستو يبيت حرفوها أوك برافلا كويا سو إلي كويا سو ساكو بلانا و إزغورو قطب جد داكلة قاف طا با جيم إدال فيجب اهتزازها وتقلقلها عندما تكون ساكنة بيا أوبا فيزا دا سي إسبولي إي إسبوستافي إي دا سي نبروي قلقلة ندنما كدا بودو سسكونم حتى يسمع لها نبرة كاكو بيسا تشولو أسكاكاني تي سلوة بريلكم إزغورا مثل قو بريميرو الفلق أوق يا قلقلة ما أقسام القلقلة؟ ورستة إلي بوديلا قلقلة تنقسم إلى قسمين ديالي سندوية ورستة بوديدا صغرى إلي مالا قلقلة وذلك إذا وقعت حروف القلقلة ساكنة في وسط الكلمة إيتو سدسي كدا بودي حرف قلقلة سسكونم إيتو أسرديني نكريجي مثل قو بريمرو خلقنا خلقنا بدم لدوشو قاف كوية اد حرف وقلقالة سسكونم على أسردين ريتشي أو في وسط الكلام إلي أسردين نكو غورة مثل كو بريميرو لم يلد ولم يولد بدم لدوشو حرف دال كوية سسكونم أوني اد حرف وقلقالة دوشو سسكونم إتو أسردين غورة درغة ورست القلقالة يست كبرى وذلك إذا وقعت حروف القلقلة ساكنة آخر الكلمة إتو سيتواتي كدا دوجو حرف القلقلة سسكونم إتو نكرايو ريجي كاو بريمريما اختلاق اختلاق داكلي أي يكون اهتزازها ونبرها أكثر من الصغرى تاكو دا چنينو اسكاكاني بيتي ويچي إياچي نغو شتو إتو بيلو او مالو القلقلة الأمثلة بريمير إذا قلقالوا إمامه إذا حرف قاف يقتلون يقتلون يقدرون إي ورست قلقالة يمالا إذا توشتو يدوشو حرف سسكونم إي تو سردين ريتشي إذا سلاو الطاء لوط محيط ova vrsta kalkale je velika ili kubra kalkala zato što je došao harf ta sa sukunom i to na kraju riječi za slovo ba raqib raqib athaqib athaqib za slovo džim alburuj bahij ذا سلوة دال الموعود أحد أحد